بعد انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، كاميرا الحدث ترصد الأوضاع في معسكر جباليا. المنسقة الأممية في السودان تعرب عن قلق بالغ إزاء سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر. مصادر الحدث تكشف أن ضابطاً لبنانياً يتقاضى 10,000 دولار عن كل عملية تهريب للسوريين عبر الحدود. السوداني وبرزاني يعلنان الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار لحل القضايا الخلافية. ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. أعلنت لجنة طوارئ محافظة شمال قطاع غزة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا، وحثت اللجنة الأهالي على التريث في العودة إلى الشمال، لأن الجيش الإسرائيلي ترك عددا كبيرا من طائرات الكواد كابتر المسيرة التي تقوم بإطلاق النار على المواطنين، إلى جانب المخلفات الإسرائيلية الخطيرة التي تركها الجيش الإسرائيلي وراءه مبعثرة في الشوارع والبيوت، وهذا يعني وجود حاجة ماسة لمختصين لتفكيكها خشية أن تنفجر بين الأهالي. بالمقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه وصل عملياته في مخيم جباليا اليوم إلى جانب مناطق وسط القطاع ورفح جنوبا، وأن عملياته أسفرت عن مقتل عناصر من حماس والعثور على أسلحة وعلى أنفاق على حد قوله. هنا من قلب مخيم جباليا، هذا المخيم الذي كانت تملأه الحياة بوجود النازحين من كافة مناطق شمال قطاع غزة، ولكن مع هذا الاقتحام والتقدم لآليات الجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة نزح الكثير منهم إلى مناطق الفلوجة. الكثير من السكان الآن يعودون لتفقد منازلهم وبعض ما تبقى منها بعد الدمار الكبير الذي أصاب هذه المنطقة. معسكر جباليا اليوم لا يعرف معالمه بعد هذا التدمير الكبير للبنية التحتية وكافة مرافق ومكونات هذه المنطقة. هنا في هذه الصورة مركز شرطة جباليا الذي شاهدناه من قبل الجيش الإسرائيلي في فيديو وهو يتم نسفه. أيضا في هذه المنطقة عيادة الوكالة التابعة للأنروا والتي كانت تأوي عددا من النازحين خلال الأيام الماضية، ولكن تم إحراقها بهذا الشكل وتدميرها من قبل الجيش الإسرائيلي. سوق معسكر جباليا، السوق المركزي الذي كانت تملأه الحياة، تم تدميره واقتحامه من قبل آليات الجيش الإسرائيلي وتجريف كافة المحال التجارية بداخله. سوق معسكر جباليا، المحل إذا ما كانش محروق مقصوف، ولا محل نهائيا واقف على طوله، يا مجرف نهائي ما لوش أي معالم خالص، شيلة بيلة. إحنا بالعافية قاعدين نطلع من تحت ركاب على أساس نعوض من شوية من اللي صار لنا مصاري. مخيم جباليا يضم عددا من مراكز الإيواء وهي مدارس تابعة لوكالة الغوث الأنروا، ولكن هذه المراكز تم إحراقها وتدميرها بشكل كامل كباقي مكونات مناطق معسكر جباليا، والتي لن يستطيع النازحون اليوم العودة إلى هذه المراكز. إحنا طلعنا من مراكز الإيواء في معسكر جباليا وتوجهنا إلى مراكز الإيواء في الشيخ رضوان، رجعنا على أمل إنه في إشي، للأسف ولا إشي، كله محروق، كله مهدم، كله مدمر. حتى أنا أولادي كمان الله يرحمهم استشهدوا، رجعنا ولا إشي، لا دور ولا إيواءات ولا إشي. هاي اللي حصلتهم. هذا الدمار هو جزء مما وثقته كاميراتنا بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من معسكر جباليا، ولكن وجود الجيش الآن في مناطق أخرى كمشروع بيت لاهيا وتل الزعتر ينذر بالكثير من الدمار في تلك المناطق أيضا. عبد القادر صباح من مخيم جباليا لقناتي العربية والحدث.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 12 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي متواصل منذ فجر اليوم على رفح جنوبي قطاع غزة. وأضافت وكالة وفا أن الجيش الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين حاولوا انتشال جثة قتيل من وسط رفح، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين. يأتي ذلك بينما يستمر نزوح عدد كبير من الفلسطينيين من عدة مناطق غرب مدينة رفح. المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا عيادة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمخيم المغازي وسط القطاع. وفي شمال القطاع أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 7 أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مركزا للنازحين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف قوات إسرائيلية لشقة سكنية في بيت لاهيا. من القدس تنضم إلينا مراسلة الحدث لانا كلغاسي. أهلا ومرحبا بك معنا لانا. بداية لانا، هل من معلومات صادرة عن الجانب الإسرائيلي تتحدث فعليا المناطق التي تم انسحاب الجيش الإسرائيلي منها تحديدا بما يخص جباليا؟ أهلا بك. حقيقة لا تفاصيل عن أسماء الشوارع أو أسماء الأحياء التي يعني حسب الرواية الفلسطينية أيضا وحسب الرواية الإسرائيلية كان هناك انسحاب ببعض المناطق، ولكن حقيقة من الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي بيانات تؤكد عن المناطق المحددة، عن أسماء الشوارع، عن أسماء الأحياء أو الأماكن خاصة في المناطق الشمالية في جباليا. ولكن الجيش الإسرائيلي كان قد خرج في بيانات تؤكد عن العمليات العسكرية شرق رفح، جنوب قطاع غزة، أيضا وسط قطاع غزة، وتحديدا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة تستكمل القوات الإسرائيلية عملياتها في تلك المناطق. نعم لنا أيضا ينضم إلينا من دير البلح وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا بك أسامة، ربما لديك معلومات أسامة عن المشهد الآن، ما الجديد؟ هل هناك فعلا انسحاب من بعض المناطق؟ هل اشتدت في مناطق أخرى؟ ما الجديد لديك؟ نعم، حتى هذه اللحظة بالفعل الجيش الإسرائيلي والدبابات انسحبت من قلب مخيم جباليا، مخلفة دمار هائل وكبير في كل المنازل والشوارع والأحياء والبنية التحتية، حتى عيادة الأونروا والآن احترقت بفعل القذائف المدفعية المطلقة من الدبابات الإسرائيلية على هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة كانت تعج بالحياة والأمل، ولكن الآن بعد انسحاب الدبابات، على الرغم من أن لجان الطوارئ المسؤولة في مخيم جباليا دعت السكان إلى عدم العودة إلى منازلهم بعد تفتيش هذه المنطقة ومحاولة يعني استبعاد الأجسام المشبوهة التي نشرها الجيش الإسرائيلي قبل انسحابه من هذه المنطقة، ولكن كل السكان بدأوا بالعودة إلى منازلهم ومحاولة تفقد الأحياء التي دمرت هناك في منطقة مخيم جباليا. لكن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من كل المنطقة الشمالية، فقط انسحب من قلب مخيم جباليا وأبقى على قواته وجنوده في منطقة مشروع بيت لاهيا وكل المناطق المحيطة في قلب مخيم جباليا. هناك كانت اشتباكات عنيفة، هناك كان دمار كبير في منطقة مخيم جباليا، هناك تدمير لكل مقومات الحياة. مخيم جباليا قبل أشهر قليلة كان تعرض لاجتياح الأول من الجيش الإسرائيلي، وكان هناك دمار، ولكن ليس كما شهد اليوم من دمار كبير في كل المنازل وفي كل البنية التحتية. نتحدث عن تدمير لكل مقومات الحياة. الآن السكان بدأوا بمحاولة تفقد منازلهم ومحاولة يعني استكشاف ما جرى داخل هذا المخيم. فوجئوا بدمار كبير بعد عملية التشريد التي شاهدها السكان بالنزوح اتجاه منطقة غرب مدينة غزة. حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني انتشلت ما يقارب من 13 ضحية من شوارع وأزقة مخيم جباليا، خاصة أن هذا المخيم من أكبر المخيمات في العالم والتي تأوي سكان في تكدس سكان وعمران وشوارع بسيطة ومنازل بدائية. نتحدث هنا على الدفاع المدني حتى هذه اللحظة يحاول الوصول إلى ناجين، إلى أحياء، إلى يعني مصابين وجرحى في أزقة الشوارع وفي المنازل المدمرة التي دمرها الجيش الإسرائيلي. كمية دمار وخراب غير يعني
متوقع في هذه المنطقة، ولكن الآن السكان يتجولوا في هذه المنطقة لمحاولة تفقد المنازل. حتى هذه اللحظة الأعين تتركز على منطقة مخيم جباليا، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة ما زال يحاصر المخيم من الجهات الشمالية، تحديدا في منطقة بيت لاهيا ومنطقة المشروع. الدبابات ليس ببعيد عن هذا المخيم، ولكن السكان عادوا لتفقد منازلهم وخرجوا من المراكز الإيواء، والآن سيعودوا إليها في ظل أن كل منازل هناك الآن مدمرة في منطقة مخيم جباليا. قبل قليل أيضا الجيش الإسرائيلي قصف منزلا في مدينة بيت حنون أقصى منطقة شمال قطاع غزة، وسقط في هذا الاستهداف لهذا المنزل 9 ضحايا وعدد كبير من الإصابات. تتحدث عن مناطق يعني هرب السكان من مخيم جباليا إلى هذه المناطق الحدودية لعلها تكون آمنة بعد تواجد الدبابات الإسرائيلية على كل هذا المخيم، ولكن الطائرات الإسرائيلية لاحقتهم في المنازل وقصفتهم على رؤوس الساكنين بدون سابق إنذار. نعم، في الداخل الإسرائيلي ما الذي يجري الآن، سواء على صعيد الشارع أو على الصعيد السياسي، الخلافات إلى أين امتدت طبيعة الاختلافات الآن، وإلى أين وصل المشهد فعليا هناك؟ حقيقة المعارضة الإسرائيلية حاليا تحاول الإطاحة بالحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو. يائر لبيد وهو زعيم المعارضة كان قد التقى بالأمس مع بعض المسؤولين من كبار الأحزاب اليمينية في المعارضة للحديث عن ربما خطة معينة لإسقاط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة. كان قد تحدث أيضا عن محاولة إقناع أيضا غانتس، وهو أيضا وزير داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، لمحاولة إقناعه بالانضمام إليه بالحقيقة والاستقالة من مجلس الحرب الإسرائيلي. كان غانتس وهو أيضا كما تحدثنا الوزير في مجلس الحرب كان قد هدد بتقديم استقالته من مجلس الحرب في 8 من الشهر القادم. طبعا هو وضع هذا التاريخ تحديدا لأن أمهل بنيامين نتنياهو مدة زمنية معينة لاستكمال شروط معينة تتعلق بوضع خطة لليوم الثاني ما بعد الحرب أولا، وأيضا موضوع صفقة لتبادل الأسرى وموضوع العمليات العسكرية داخل قطاع غزة. وبالتالي يعني محاولة للمعارضة حاليا بإسقاط هذه الحكومة، وأيضا الشارع الإسرائيلي كان غاضب خاصة بعد بيان خرج منه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بالأمس وقبل أمس، كان قد يتحدث بأن استكمال العمليات العسكرية سوف يستمر لأكثر من 7 أشهر. نعم. هذه التصريحات أغضبت الشارع الإسرائيلي بشكل كبير، لأنها بنهاية المطاف في تل أبيب يكون هناك الآلاف من الإسرائيليين يوم السبت، وأيضا في خلال الأيام في أيام الأسبوع بالحقيقة يطالبون التوجه إلى صفقة تبادل الأسرى في أسرع وقت. شكرا جزيلا لك من القدس، كنت معنا مراسلة الحدث لنا كلغاسي. من دير البلح أيضا كان معنا مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا. وردا على الاتهامات التي أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نفى مصدر مصري التقارير الإسرائيلية عن وجود أنفاق على حدود قطاع غزة مع مصر. ونقلت وسائل أعلام مصرية عن المصدر قوله إن إسرائيل مستمرة في محاولات تصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح للتعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية، وأضاف أن هذه الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية. تعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية التي ينفذها في رفح رغم اعتراضات دولية وإقليمية. ونقل بيان للجيش الإسرائيلي عن متحدث باسمه القول إن العملية تتم في رفح لأن حركة حماس موجودة هناك. وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن القتال في رفح لن يتوقف حتى تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس. من جانبه طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإنهاء الحصار وإحباط محاولات التهجير القسري للفلسطينيين. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة لوضع حد
لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وأكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد. موضوع الأنفاق، لنبدأ من موضوع الأنفاق، الذريعة التي لطالما تحدثت عنها إسرائيل ووضعتها سببا للقيام بتحركات في هذه المناطق، فيما كانت تنفي وتقول مصر بالدليل بأنه لا يوجد أي أنفاق هناك. كيف تتعامل اليوم مصر مع هذه التصريحات في ظل هذا التصعيد وفي ظل سخونة المشهد وتحديدا في المناطق الحدودية؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. منذ 7 أكتوبر ومنذ بداية الحرب هناك مخطط من التزييف والتضليل والتصريحات الكاذبة لتحييد أو إزاحة المجتمع الدولي كله عن حقيقة الأمر والنظر إلى أمور فرعية ليس لها حقيقة وليس لها أي إثباتات. بالنسبة لموضوع الأنفاق، هذه الأنفاق الدولة المصرية حريصة منذ 2014 وهي تحارب الإرهاب على تدميرها وعلى التخلص منها وعلى هدمها بشكل أساسي لمحاربة الإرهاب، لأن هذه الأنفاق كانت تستغل للمرور من الأراضي الفلسطينية من غزة، مستغلة الأنفاق في الجانب الآخر والعبور للدولة المصرية أو رفح أو شيخ زويد وهذه المنطقة اللي كانت ممتلئة بالإرهابيين في هذا التوقيت. فكان من مصلحة الدولة المصرية كإجراءات عاجلة لمجابهة الإرهاب تنفيذ خطة في هذه المنطقة منذ 2014 تدريجيا إخلاء هذه المنطقة الحدودية مع رفح مع الشريط الحدودي، ثم تنفيذ عمليات هندسية بأعماق مختلفة وإقامة مزارع سمكية وإجراءات كثيرة جدا لهدم هذه الأنفاق وتنفيذ تفجيرات لها بشكل مختلف. فكان هناك سيناريوهات كثيرة على هدم هذه الأنفاق بشكل كامل، وساهمت بشكل كبير في مكافحة الإرهاب وعدم تدفق الإرهابيين من هذه المنطقة. نعم. وكانت نقطة فاصلة في هذا المشهد وكانت نتيجته الانهاء من هذا الوضع. ففكرة المزاعم بأن هناك خط إمداد أو الدولة من خلال الأنفاق أو عناصر من خلال الأنفاق في هناك إمداد لعناصر المقاومة لا تقبل بها الدولة المصرية، لأن ليس هناك أنفاق من الجانب المصري. من الممكن أن يكون هناك أنفاق من الجانب الفلسطيني، ليس الدولة المصرية معنية بذلك، ولكن هذه المزاعم بلا إثباتات وأفكار هوائية لتحييد الموقف عن حقيقة الأمر والجرائم المتكررة في رفح وفي الغزة بشكل عام. دكتور أحمد، هناك معاهدة سلام بين الجانب المصري وإسرائيل، وفي جزئيات هذه المعاهدة شيء ما يتضمن محور فيلادلفيا والمناطق الحدودية مقسمة بطريقة معينة، هناك أحقيات واستحقاقات في هذه المناطق. ما يجري اليوم وما تعلن عنه إسرائيل وتلمح إليه على ماذا يدل، وما الذي عليه ستقوم ربما مصر في إجراءات معينة، ستلتزم ربما الصمت الآن، إلى أين ستذهب الأمور، ما المآل؟ أولا في معاهدة السلام كما نذكر جميعا هي معاهدة سياسية في المقام الأول، ولها بعض الملاحق الأمنية. نعم. لترتيب الأوضاع وتحديد القوات هنا وهناك، وكان هناك قوات دولية بتشرف على ذلك، وما زالت القوات الدولية قوات حفظ السلام بتشرف على هذه المعاهدة بشكل عام. وجود القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا هو ليس انتهاك للسيادة المصرية، ولكن هو انتهاك
يعني نسبي لاتفاقية أو الاتفاق الأمني أو الملحق الأمني لاتفاقية السلام. هذا الموضوع مهم جدا، لأن هناك أصوات تشير أن ده أن هذا الفعل ده انتهاك للسلام، لم تنتهك السيادة، حدود الدولة المصرية معروفة وتؤمنها بشكل كامل بنسبة 100%. ولكن عندما تحدث بعض الخروقات فمهمة قوات حفظ السلام. والمقصود هنا ربما طبيعة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا من الجانب الفلسطيني. طبعا نعم، وجود القوات الإسرائيلية في هذا الجانب يمثل تهديد حقيقي للدولة المصرية. يعني والدولة المصرية حددت ذلك من خطوط حمراء وخلف. عندما لا تحترم إسرائيل هذه الحدود، والدولة المصرية بتعرب عن ردود أفعالها واستياءها من هذا الوضع، وبتدعو إسرائيل للتراجع عن هذا التحرك بشكل أو بآخر، إذا استمرت في هذا النهج فهذا بيحدث مضاعفات عميقة في عملية السلام، من الممكن بتفرض على الدولة المصرية ردود فعل على المستوى السياسي وتصعيد منهجي أو ممنهج على مستويات مختلفة، ثم تصعيد أمني والوصول إلى الحدود القصوى إذا لازم الأمر، واستدعاء المجتمع الدولي في هذا الموضوع، لأن اتفاقية السلام هي معترف بها من المجتمع الدولي. صحيح. وهو المفروض عليه التدخل في هذا الوضع. يعني ففكرة التواجد تعترض عليها الدولة المصرية، فكرة الأعمق والأخطر، فكرة رمزية احتلالها لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني ورفع العلم الإسرائيلي كرمزية للاحتلال. هذا الوضع يعني الدولة المصرية والقيادة السياسية عربت عن مدى استيائها، وفي كل المحافل الدولية بتصعد هذا الموضوع، لأن الدولة المصرية عندما تستفز وإسرائيل تستمر في حالة الاستفزاز دي، يعني بالتأكيد سيكون لها ردود أفعال، وإذا الدولة المصرية خرجت من معادلة الحل فلن يكون هناك حل سياسي أو أي أفق لحل للقضية الفلسطينية بشكل عام والحرب بشكل خاص. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. أعلن حزب الله استهداف عددا من الجنود الإسرائيليين في محيط موقع عداثر بالقذائف المدفعية. في المقابل شن الطيران الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدة حنين جنوبية لبنان، كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت في مدينة بعلبك. عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي عن قلقها البالغ إزاء الأنباء الواردة عن سقوط ضحايا وانتهاكات لحقوق الإنسان في الفاشر في ولاية شمال دارفور غرب السودان. وقالت في بيان عبر منصة إكس إن المدنيين في الفاشر يواجهون هجوما من جميع الجهاد، مشيرة إلى أن العائلات بمن فيها النساء والأطفال تمنع من مغادرة المدينة بحثا عن الأمان. وذكرت المنسقة الأممية أن أجزاء كثيرة من الفاشر بلا كهرباء أو ماء، وأن نسبة متزايدة من السكان يعانون من محدودية الحصول على الخدمات الأساسية. وأوضحت المسؤولة الأممية أن الأسر في الفاشر استنفدت مواردها الشحيحة بينما تتقلص قدرتها على الصمود مع مرور الوقت، داعية جميع أطراف الصراع إلى احترام قواعد الحرب وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين. من الخرطوم ينضم إلينا مراسل الحدث المقداد حسن. أهلا ومرحبا بك معنا المقداد. سأذهب معك المقداد إلى ما يحدث في الخرطوم وفي خرطوم بحري وما إلى هنالك، ولكن المعلومات المتوفرة لديك عن الفاشر آخر التطورات إذا موجودة لديك؟ بالفعل رشا، الفاشر تعيش على وقع هدوء حذر منذ الساعات الماضية، هذا آخر ما وصلتنا من معلومات، وذلك بعد قصف مدفعي متقطع متبادل ما بين الجيش السوداني والدعم السريع في الأحياء الشرقية. ربما الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهو ذات السيناريو الذي يتكرر في كل المدن التي وصلتها الحرب نفاذ في المخزون الصحي، وكذلك الصعوبة الأوضاع الصحية
إلى ذلك من مآلات كارثية على الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر. الوضع هنا في الخرطوم لا يختلف كثيرا. هدوء حذر أيضا هناك حديث في معظم جبهات القتال عن اشتباكات التابع للجيش السوداني في مدينة الخرطوم بحري. نعم تفضل تفضل. بالفعل رصدنا اشتباكات محدودة، أصوات متقطعة للأسلحة وبقايا من أعمدة الدخان حتى هذه اللحظة في النواحي أو الأحياء الشرقية من محيط سلاح الإشارة التابع للجيش السوداني. حتى هذه اللحظة أشاهد بعض من أعمدة الدخان المتصاعدة في مقر هذه المنطقة. هذه المنطقة كنا قد وصلناها قبل حوالي عدة أسابيع، كلها أصبحت مدن مهجورة أو أحياء مهجورة، جلها عمليات عسكرية بحتة ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أيضا تابعنا فجر هذا اليوم أن الجيش السوداني نفذ غارة جوية على ذات المناطق التي تتمركز وتنشط فيها قوات الدعم السريع، وعقبه ذلك انفجار ضخم جدا كان عند فجر هذا اليوم. قوات الدعم السريع أيضا استخدمت المضادات الأرضية بكثافة على هذه الطائرات التي حلقت فجر هذا اليوم. أيضا علمنا أن الجيش السوداني تعامل بالمدفعية الثقيلة ل كبح القوة المهاجمة من قبل قوات الدعم السريع. ربما حدة الاشتباكات تبدو اعتيادية بالنسبة لنا، لكن على ما يبدو أن الأجواء العسكرية في تلك النقطة محتقنة جدا. هنالك أنباء عن قوة من الدعم السريع تحاول الهجوم على سلاح الإشارة. الجيش السوداني يتعامل بالمدفعية بين وقت وآخر وكذلك بالغارات الجوية في بقية النواحي أو بقية محاور القتال في وسط العاصمة وجنوب العاصمة. هدوء نسبي في معظم هذه الجبهات. أيضا مدينة أم درمان في المحور الغربي، محور غرب الحارات، كان الجيش السوداني بالأمس قد أحرز تقدما في محور أم بدة، وعلمنا أيضا أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم مجددا، إلا أن المعلومات التي وردتنا أن الجيش السوداني كان قد تصدى لهذه القوة المهاجمة. أيضا المدفعية الثقيلة في مدينة كانت تستهدف عدد من التحركات والتمركزات لقوات الدعم السريع في شمال مدينة بحري. إذن الأجواء العسكرية تبدو هنا اعتيادية نوعا ما، لكنها تختلف من محور إلى آخر. الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا بصورة كبيرة جدا وصورة مرعبة في أغلب أحياء العاصمة. أكثر من شهرين لا توجد اتصالات، وكذلك أكثر من 3 أشهر جميع الناس هنا في أحياء العاصمة منقطعين عن خدمات الاتصال والإنترنت، يعتمد الناس على مراكز الخدمات البديلة والأقمار الاصطناعية. نعم المقداد، دعنا أيضا نتحول إلى دارفور وصالح أبو علامة. صالح، ما آخر الأنباء لديك حول الفاشر إذا كان هناك من جديد، إذا ما كان هناك أي أنباء ربما ترشح حول إعطاء كما أعطي في السابق ولو كان لمدة 2 يوم فرصة للخروج من الفاشر؟ نعم، الأوضاع في الفاشر منذ 2 هنالك هدوء، هنالك توقف للمعارك البرية، فقط هنالك تبادل للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع في المحور الشمالي لمدينة الفاشر. اليوم هنالك في الساعات الأولى من الصباح كان هنالك قصف مدفعي متبادل بين الجيش وقوات الدعم السريع في الجهة الشمالية، لكن سرعان ما هدأ هذا القصف. حتى هذه اللحظة هنالك هدوء حذر بين الجيش وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش. ما زالت موجات النزوح مستمرة، ما زال خروج المواطنين مستمر إلى عدد من المناطق حول مدينة الفاشر. هنالك صعوبة كما ذكرنا. المنسقة الأممية أشارت إلى أن هناك منع للمغادرة للمدنيين للعوائل من هذه المنطقة. نعم، هنالك شكاوى من بعض المواطنين الذين خرجوا، قالوا بأن هنالك صعوبة في الخروج، هنالك تفتيش للارتكازات التي تتبع للجيش والحركات المسلحة وأيضا للدعم السريع التي هي خارج مدينة الفاشر. هنالك عمليات تدقيق، هنالك عمليات أيضا تفتيش للهواتف بغرض التحري، بغرض معرفة الجهة التي ينتمي إليها كل شخص. جميعها يعني عوائق. بعض الجهات قالت بأن هذه صعوبات، مثلا لجان المقاومة قالت بأن هذه صعوبات في طريق الذين يريدون الخروج، يجب أن تتم تسهيلات للذين يريدون الخروج من
مدينة الفاشر حتى يخرجوا من دائرة الخطر إلى مناطق أخرى. أيضا سياسيا دعينا نتوقف مع بعض التطورات هنا في إقليم دارفور. منذ أسبوعين قوات الدعم السريع تعمل على تشكيل إدارات مدنية في معظم المناطق التي تسيطر عليها هنا في إقليم دارفور. هنالك وفد كبير حضر من الخرطوم، حضر إلى شرق دارفور وجنوب دارفور. بالأمس بعض الأخبار رشحت من جنوب دارفور بأن هنالك تشكيل للإدارة المدنية، وتم تسمية شخص من جنوب دارفور وهو أستاذ الزين ليرأس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور. لكن أيضا التطورات اللاحقة لهذا الأمر، والي جنوب دارفور أصدر قرار بتعليق عمل الخدمة المدنية بجنوب دارفور، وبأن كل من يتعامل مع قوات الدعم السريع في ولاية جنوب دارفور يحاسب، وبأن حكومة الولاية التي هي الآن في بورت سودان تراقب من يعمل مع قوات الدعم السريع ومن يقف معها خاصة في ولاية جنوب دارفور، وأنها ملتزمة بسداد الرواتب للذين لم يتعاملوا مع قوات الدعم السريع، وإنما الذين تماهوا وتعاملوا مع قوات الدعم السريع حكومة الولاية هي لن تدفع لهم الرواتب الشهرية المعتادة. شكرا جزيلا لك من إقليم دارفور، كنت معنا مراسل الحدث صالح أبو علامة، والشكر أيضا لمراسل الحدث من الخرطوم المقداد حسن. شكرا. النشرة مستمرة وفيها أيضا العشرات يتظاهرون أمام مقر شركة بيبسي في بغداد. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل؟ أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكايا. إحنا اليوم نكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. زار الرئيس السوري بشار الأسد المرشد الإيراني علي خامنئي معزيا بمقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وقال خامنئي خلال اللقاء إن ما سماها المقاومة هي الهوية المميزة لسوريا ويجب الحفاظ عليها، معتبرا أن الغرب وحلفائه فشلوا في إخراج سوريا من معادلات المنطقة وفق تعبيره، كما شدد على وجوب التغلب على ما وصفها بالضغوط الأمريكية على إيران وسوريا. وعن حادثة رئيسي قال خامنئي إن محمد مخبر يتمتع بصلاحية الرئيس ويواصل نفس النهج. من جانبه قال الأسد إن علاقات بلاده مع إيران استراتيجية وتتقدم بتوجيهات خامنئي، معتبرا أن تكلفة المقاومة أقل من تكلفة التسوية على حد قوله.
حالة من التوتر سادت أروقة البرلمان الإيراني بسبب الجدل الدائر حول أوراق اعتماد عدد من النواب. حالة التوتر تلك بلغت حد الاشتباك بالأيادي بين النواب ودفع بعضهم البعض. أي يأتي ذلك بعد أن سيطر الأصوليون المحافظون على البرلمان الإيراني وتم حذف منافسيهم الإصلاحيين والمعتدلين. أفاد التلفزيون السوري بإصابة قاض وابنه في انفجار عبوة ناسفة زرعت بسيارته في مدينة حمص. وقال التلفزيون السوري إن الانفجار وقع بحي الشماس وسط المدينة. كما أفاد موقع الوطن أونلاين في حمص بأن المستهدف هو رئيس محكمة الجنايات بحمص القاضي أكرم إبراهيم ونجله المحامي ميلاد إبراهيم، وأصيب بجروح خطيرة. وفي متابعة لملف وقضية تهريب السوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ينضم إلينا الزميل إبراهيم فتفت لعرض معلومات جديدة كشفت عنها مصادر خاصة للحدث. طبعا هذا الموضوع ليس بجديد إبراهيم، ولكن ربما هناك معلومات جديدة تغير شيئا ما في طبيعة المشهد، تفضل. بالفعل رشا، إلى جانب كل الأحداث الهامة في لبنان يستمر موضوع النازحين السوريين بتصدر المشهد، إذ كشفت مصادر أمنية لبنانية عن استمرار الفوضى التي تزداد معها نشاط العصابات، لا سيما تلك التي تنشط في تهريب البشر خاصة السوريين. رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، كشفت مصادر خاصة للحدث عن ارتفاع وتيرة تهريب السوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية تسيطر عليها عصابات موالية ومؤيدة لحزب الله والنظام السوري في المنطقة الحدودية شمالي لبنان. أكدت المصادر أن عمليات التهريب تحصل بالتنسيق مع فصيلة مشمش التابعة لقوى الأمن الداخلي، وهي الجهة المسؤولة عن أمن منطقة جرد القيطع في عكار، إذ يتقاضى آمر الفصيلة وعدد من عناصره مبلغ 10,000 دولار عن كل عملية تهريب مقابل تأمين الطريق التي تشرف عليه الفصيلة بموجب نطاقها الجغرافي. كشفت مصادر الحدث عن مسار التهريب، هذا المسار الذي ينطلق منه المهربون من الساحل في عكار، وتحديدا من منطقة ببنين وسهل عكار باتجاه جرود بلدة مشمش العكارية نحو بلدة القصر الحدودية التي تقع ضمن نطاق الهرمل، ليتم إدخالهم عبر معبر غير شرعي يسيطر عليه حزب الله. وكان هذا المعبر يستخدم لتهريب المحروقات والمواد الغذائية لذات العصابات التي تنشط اليوم بتهريب السوريين. كشفت مصادر الحدث عن تورط نائب في المنطقة، نعني هنا جرد القيطع في عكار، في إدارة وتغطية عمليات التهريب التي يتولاها عدد من أقاربه والعاملين معه بحسب المصادر التي ذكرت بالتقارير التي سبقت أن كشفت تورط النائب عينه في تهريب المحروقات إلى سوريا. تشير المصادر إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر فقط على تأمين دخول السوريين إلى لبنان، بل تأمين خروج السوريين إلى سوريا وإعادة إدخالهم إلى لبنان وسط تخوف أمني من كشفت عنه المصادر نفسها من تهريب شحنات كبيرة من الأسلحة إلى لبنان وتحديدا إلى هذه المناطق الحدودية. عند سؤالنا عن دور الجيش اللبناني في هذه المسألة وفي هذا الأمر، أكد مصدر داخلي أن الجيش اللبناني يتعاون مع أهالي منطقة مشمش العكارية، وهي المنطقة التي تتواجد في جرد القيطع كما ذكرنا، لتوقيف العصابات، إذ بدأ الجيش اللبناني بإقامة نقطة عسكرية كبيرة للغاية غير مسبوقة في المنطقة لمكافحة التهريب وضبط الأمن الذي ساهم في زيادة نشاط العصابة والعصابات كافة الخارجة عن القانون. هذا كل شيء مشاهدينا، أعود مجددا إليك رشا لمزيد من الإيضاحات والأجوبة لديك ولدى ضيفك. شكرا جزيلا لك إبراهيم حقيقة على كل هذه التفاصيل، شكرا.
وبالفعل للمزيد من التفاصيل ومن المعلومات ينضم إلينا من بيروت وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي. أهلا ومرحبا بك معنا حضرة الوزير. بداية يعني وفقا للأنباء فإنه الفصيل تابع لقوى الأمن الداخلي، ما الذي لديكم من معلومات؟ كيف فعليا تتعاملون مع هذه القضية وفقا للمعلومات التي وردت إلى الحدث؟ نحن في وزارة الداخلية وفي قوى الأمن الداخلي نتعامل مع كل المعلومات وكل الشكاوى بدقة وبتفصيل ووفقا للقانون، ونطبق القوانين على الجميع. وإذا تبين وجود أي خطأ أو أي تقصير أو أي تورط فإننا مستعدون ونقوم بكل التدابير والإجراءات للمحاسبة وتحميل المسؤوليات لكل مقصر أو مخطئ. المعلومات التي وردت في تقريركم هي بحاجة لمتابعة، بحاجة لتدقيق، بحاجة لدراسة، بحاجة لتفصيل. بكل الأحوال جاء في التقرير أن الطريق تبدأ من ببنين باتجاه مشمش ثم القصر، فهذه الطريق هي توصل إلى سوريا وليس توصل من سوريا. إذا كنتم تتكلمون عن التهريب البشر من سوريا إلى لبنان، ف هو وفقا للمصادر يقول بأنه يتقاضى على تهريب كل سوري مبلغ 10,000 دولار توزع عليه وعلى بعض العناصر الذين يقومون بهذه العملية عبر هذه المعابر غير الشرعية. هذه معلومات بحاجة إلى تحقيق وبحاجة إلى تدقيق، وإننا مصرون على أن تكون قوى الأمن الداخلي اللبناني هي مؤسسة مثالية في العمل والانضباط والشفافية وتحمل المسؤولية. نحن نأخذ أي معلومة ونأخذ أي شكوى ونقوم بالتحقيق فيها بواسطة الأجهزة المختصة في قوى الأمن الداخلي، سواء التفتيش أو سواء أي أجهزة مختصة للمراقبة والمحاسبة. هنا أود الإشارة إلى أن جرم تهريب الأجانب هو جرم جزائي معاقب عليه في القانون اللبناني، سواء بجرم الإتجار بالبشر أو بأي جريمة أخرى هي تصل إلى الجناية. وبالتالي الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع القضاء اللبناني، هي القضاء اللبناني هو متجه إلى التشدد في موضوع تهريب الأجانب وتهريب البشر وتهريب السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى المناطق، إلى داخل المناطق اللبنانية. نحن في وزارة الداخلية شعارنا تطبيق القانون، ونعمل على تحمل المسؤولية. طيب وعلى تحميل المسؤولية. والمناطق التي تابعة لسيطرة كل مقصر حزب الله حضرة الوزير؟ المنطقة التي ذكرت في التقرير هي ليست منطقة حدودية، ولا نعلم ولا نعتقد أنها تابعة لأحد. إن كما قلت سابقا عندما كنت أتكلم عن مواضيع تهريب المخدرات معكم وعلى شاشتكم الكريمة، أقول إن الجريمة ليس لها لون وليس لها حزب، وإن المجرم أو مهرب البشر الذي يتقاضى مبالغ مالية هو مجرم بغض النظر عن تهريب سوريين إلى لبنان. طبعا هو مجرم بغض هو 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 مجرم وسيحاسبه القانون. اللافت في الموضوع الإشارة إلى قوى الأمن الداخلي، هذا موضوع بحاجة إلى تحقيق لأننا لا نقبل به ولن نسكت عنه، كما أن قيادة قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تقبل بأي تجاوزات إن كانت موجودة. طيب المخاوف اليوم تهريب محروقات فيما سبق، مواد غذائية، وتهريب البشر لذات العصابات، يعني ربما يختلف الاسم بين الفينة والفينة ولكن العصابات هي نفسها. هل مخاوف من تهريب السلاح التي أيضا وردت في تقريرنا مشروعة؟ وهل من يهرب كل ذلك سيعجز عن تهريب السلاح من وجهة نظرك؟ عندما نقول بوجود خطوط أو سكك للتهريب فتكون كل التساؤلات مشروعة، وأنا دائما لا أنفي أي تساؤل وأقول دائما إن التساؤلات مشروعة، وعلى الدولة اللبنانية
تحمل مسؤوليتها وإجراء التحقيق والإجابة عليها. طالما أن هناك طرقا للتهريب بطريقة غير شرعية، وهنا أريد أن أنوه بدور الجيش اللبناني الذي يقوم بدور كبير وكبير جدا في ضبط الحدود البرية الشائكة. أنتم تعلمون أن المعابر الشرعية هي بيد الأمن العام، أما باقي الحدود البرية هي بيد الجيش اللبناني صحيح. الذي يقوم بجهد كبير على ضبطها، وتوجد أبراج مراقبة. إنما دائما كما الجيش اللبناني يتحمل مسؤوليته على الحدود، كذلك والأمن الداخلي وشعبة المعلومات والأمن العام وأمن الدولة يتحملون المسؤولية في داخل الأراضي اللبنانية. وإن أجهزة المعلومات وأجهزة المخابرات وكافة أجهزة الأمن الاستباقي تقوم بالمتابعة، وهي تضبط بشكل دائم ممنوعات وأمور مهربة من لبنان أو إلى لبنان أو يجري تهريبها. وإن القوى الأمنية قامت في الأسبوع الماضي كذلك بضبط سلاح مهرب عبر البحر. فهنا أنا أقول أشكر القوى الأمنية والعسكرية على جهودها الكبيرة في حفظ الأمن والنظام، وهي مستمرة في متحمل مسؤولياتها. وإن هذه الأسئلة المشروعة إنما تلقي على القوى الأمنية والعسكرية المزيد من المسؤولية لكي تقوم بحفظ أمن اللبنانيين. لذلك على هذه الأجهزة أن تكون أجهزة شفافة، أجهزة نظيفة، أجهزة لا غبار عليها، ونحن نثق بأجهزة الأمنية والعسكرية. التحقيقات التي ستجرى من قبل الوزارة فيما يخص هذه المعلومات وهذه الأنباء. شكرا جزيلا لك من بيروت، كنت معنا وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، شكرا جزيلا. بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني جملة من القضايا المشتركة، وعلى رأسها ضرورة حل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. كما تم الاتفاق على ضرورة مواصلة الحوار لحل القضايا الخلافية بما يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين بمختلف مكوناتهم، بحسب بيان عن مكتب السوداني. وخلال استقباله بارزاني، اعتبر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اعتبر أن تفاهم بغداد وأربيل قوة إضافية للعراق، وأشار الأعرجي إلى أن هناك تطورا كبيرا وتفاهما واسعا للعلاقات بين أربيل وبغداد، ويجري العمل سوية لإعطاء كل الاستحقاقات وفق الدستور العراقي والقوانين. من جهته اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان أن زيارة بغداد والاجتماع مع المسؤولين فيها أمر طبيعي جدا، مشيرا إلى أن الاجتماعات ستتناول مجموعة من المشاكل التي لا تزال قائمة بحسب تعبيره. من القاهرة ينضم إلينا مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور رائد. نريد أن نفهم طبيعة الزيارة، وهل فعليا هذه الزيارة ستحدث فارقا وفقا أو تطورا إذا صح التعبير وفقا للسيد الأعرجي، أم أنه هي زيارة عادية وفقا للجانب الكردستاني وما زال هناك العديد من القضايا؟ تحية تليق بمقامك الكريم سيدتي سيدات الفضلاء السادة الأفاضل مشاهديكم. الحقيقة هناك دالة مهمة في هذه الزيارة، الدالة المهمة هو جهود حكومة السوداني خلال الأشهر الماضية لحلحلة جميع الأزمات، ومنها العزمة يعني الأزمة أو العقبة الكؤود هو مسألة العائدات، عائدات النفط وأيضا عائدات الضرائب والجمارك وما إلى ذلك. هذه نقطة مهمة. العقبة الأخرى اللي في ايضا حصل فيها نقاش هو مساله الامن، ولهذا السيد مسرور البرزاني التقى بالسيد قاسم الأعرجي، لانه هناك اشكاليه لدى الحكومه المركزيه بانه لا زال وضع اقليم كردستان لا زال وضعا مضطرما غير متجانس، ويؤدي بالنهايه الى احداث مشاكل مع الجيران العراق منهم تركيا ومنهم ايران، وتعرفين موضوع الباكيكا وما الى ذلك. الزياره دالتها دالة الأهمية فيها هو أنه حكومة السوداني خلال العامين المنصرمين ذوبت الكثير من الإشكاليات، سعت بكل الطرق لأن
أن تصل إلى حقيقة واحدة أو أن ترسخ حقيقة واحدة أنه الدستور هو الكفيل بالعلاقة بين الإقليم وبين المركز. وانطلاقا من ذلك حاولت حكومة إقليم كردستان خلال الفترة الماضية من خلال علاقتها بأمريكا من خلال علاقتها كان كل الإجابة أنه حلوا مشاكلكم مع الإقليم، لديكم مشكلة مع القضاء، لديكم مشكلة مع مجلس القضاء الأعلى، لديكم مشكلة في موضوع الانتخابات، لديكم أيضا مشاكل متعددة في موضوع توريدات أو واردات البترول المصدر من قبلكم. لهذا حكومة إقليم كردستان اليوم مختلفة تماما عن عام 2016، مختلفة تماما بمعنى أنها فهمت أنه لا يمكن لهذا الإقليم أن يكون مستمرا قادرا على العيش مع كل الضغوطات التي يواجهها في الشارع الكردي الذي يعاني معاناة كبيرة، الموظفين المواطنين، ارتفاع الأسعار، التضخم، والحكومة الاتحادية أيضا ألم تتغير؟ لن يتم بدون أن يكون دكتور رائد، ألم أنت تقول بأنه حكومة الإقليم تغيرت؟ التغير يقتصر فقط على الإقليم أم أن أيضا كان هناك إعادة نظر ربما من قبل بغداد؟ هذا سؤال جوهري سيدتي سيدة رشا. بالتأكيد إدارة ملف الإقليم وعلاقة الإقليم بالمركز في حكومة السوداني تغيرت تماما، بمعنى أنه إذابة قدر الممكن من الإشكالات، الوصول إلى المشتركات وهي عديدة وكثيرة، وهذا ما عبر عنه مسرور برزاني إذا رجعت لقاءاته في أمريكا عندما تحدث أنه هناك مشتركات كثيرة وهناك يمكن أن نبني على هذه المشتركات وصول إلى إذابة كل الأزمة، لكن الأزمة لن تنتهي بين ليلة وضحاها، هذه أزمة طويلة وكبيرة. لكن حكومة السوداني أيضا لديها القدرة على إيجاد البدائل والحلول، وإيجاد البدائل والحلول كان واضحا أنه توطين الرواتب عبر البنوك المركزية في المركز في بغداد، وهذا أمر طبعا سيكون في صالح حكومة إقليم كردستان. النقطة الأخرى احترام مخرجات الدستور العراقي فيما يخص الإجراء الانتخابات وما إلى ذلك. شكل علاقة حكومة المركز أو شكل حتى علاقة السيد السوداني بالقيادات الكردية هي علاقة قديمة وراسخة، وبالتالي يمكن أن تفضي إلى إيجاد حلول للمشاكل. وأهم أنا من وجهة نظري هو مسألة الصادرات ومسألة أمن، ضبط الأمن. طيب جئت على ذكر الأمن دكتور رائد وأعتذر لمقاطعتك ولكن لأن الوقت قصير جدا، مستشار الأمن القومي السيد العرجي عندما يتحدث بهذه الإيجابية عن اللقاء، هل هذا يدل على أنه هناك أي حديث أو اتفاق ما بين الجانبين بما يخص أي تحرك تجاه البككة؟ هل هذا يعني دليل؟ معلوماتي الشخصية وربما قليل من يعلم، يعني كثير طبعا من المراقبين يعلمون، إنه حصل بعد لقاء السيد أردوغان في بغداد نوع من التفاهم حول تفكيك سلاح البككة وإبعادهم قدر المستطاع عن المناطق الحدودية. هذه نقطة. النقطة الأخرى إنه لا زالت الحكومة تعمل، وهذه معلومة أيضا، لا زالت تعمل على زيادة عديد القوات المشتركة بين يعني بين قوى الجيش العراقي والبيشمركة لضبط الحدود، وقد وافقت عليه حكومة إقليم كردستان، وهذه طبعا دالة أيضا أخرى مهمة. النقطة المهمة أو المعلومة المهمة التي أمتلكها إنه حكومة إقليم كردستان بدأت تضيق ذرعا بالعلاقة بينها وبين باقي القوى المسلحة الكردية التي يعني استغلت تواجدها واستغلت المناخ الكبير من التحرك في الإقليم لإحداث ضرر لعلاقة العراق ككل وعلاقة الإقليم بتركيا وبإيران. لكن الخطوات المقبلة في الأشهر المقبلة هي ستكون المحور والمحك الأساسي لمسألة الأمن، هو نجاح حكومة إقليم كردستان في السيطرة على السلاح وإبعاد هذا السلاح عن حدود الحدود العراقية التركية. وأنا أعتقد بأنه السيد مسرور برزاني والقيادة الكردية والحكومة أيضا برئاسة السوداني جادة في إذابة هذا الملف وإنهاءه بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا من القاهرة، كنت معنا مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية الدكتور رائد العزاوي، شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدين، أحمد فارس على رأس الساعة وأنا أعود وألتقيكم بعد ساعة. إلى اللقاء.